كما أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد الدولة للشراكة مع المستثمرين بمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ. وخلال افتتاح المعرض والملتقى الدولي الأول للصناعة، أشار السيد الرئيس إلى استعداد الدولة للدخول بشراكة مع مبادرة ابدأ بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 50% بهدف تشجيع رجال الصناعة في مصر وطمأنتهم والوقوف بجانبهم. بقول لكم كلكم يا اللي هتشتغلوا في ابدأ، انا مستعد اخدش معاكم بالنص. بتكلم بجد، بتكلم بجد، بس اوعى تفتكر ان انا بخش معاك بالنص يا دكتور مصطفى، عشان عايز اخش معاك يعني، لا، عشان اشجعك انك انت تبقى مطمن ان في جزء من المخاطره الدوله معاك فيه. والله انا بحلف بالله، الهدف من اللي انا بقوله ده ما في هدف منه غير ان انا اشجع رجال الصناعه في مصر، وكل من هو محتاج يتحرك معانا اقول له اطمن انا معاك. عايز نخش معاك بكام؟ 30% اهم، 50% اهم، تمام، خدت بالك؟ اكتر من كده انت حر، بس انت لازم تدير شغلك.